مرحبا بكم في هذه المقابله مع السيد اري بن مياشي مدير شركه ديكنز ميدسون المتخصصه في العلاقات العامه مرحبا بكم في هذه المقابله مع ميسي. اشكركم على استضافتي دعنا نبدا هذه المقابله بسؤال حول لماذا تعاقدتم مع المجلس العسكري في السودان وحول ماذا وما هي قيمه هذا العقد شركتنا أبرمت اتفاقاً مع المجلس العسكري الانتقالي لمساعدتهم وتقديم الاستشارة لهم من أجل تشكيل حكومة مدنية من أجل إصلاح الاقتصاد وكتابة دستور جديد وإجراء انتخابات في وقت قصير متى تم توقيع هذا العقد وأين تم التوقيع؟ okay. تم التوقيع على هذا الاتفاق قبل نحو شهر مع المجلس الانتقالي الشخص الذي وقع الاتفاق هو الجنرال حميتي الذي هو نائب رئيس المجلس العسكري كانت لدينا مباحثات معهم ومع الحكومات الخارجيه قبل توقيع الاتفاق ومع هل تعتقد أنه من السهل تحسين صورة المجلس العسكري في ظل الاتهامات التي توجه لقادة المجلس العسكري بفضل الاعتصام بالقوة بقتل المتظاهرين هناك كثير من الانتهاكات التي توجه نحو المجلس العسكري وخاصة نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دجلو هل تعتقد أنه من السهل تحسين مثل هذه الصورة لسنا هنا لتحسين صورة المجلس العسكري هذه ليست مشكلتنا المجلس العسكري هو الوحيد القادر على السيطرة على البلاد بعد ثلاثين عاماً من الحكم الدكتاتوري والتأسيس لحكومة مدنية بإمكانها تنظيم انتخابات. ليس هناك أي جهة أو جماعة أخرى يمكنها القيام بذلك. إذا إذا كان قصدكم فعلا هو نصح المجلس العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية، لماذا لم تتحدثون مباشرة بذلك؟ هنالك كثير من المظاهرات في البلاد، احتجاجات مستمرة ضد المجلس العسكري يطالبون بتسليم السلطة لحكومة مدنية، لماذا تقنعون بذلك بكل بساطة؟ المشورة التي قدمناها هي إنشاء حكومة مدنية بقيادة رئيس للوزراء بشكل سريع. هل ينص العقد؟ على ربما تسهيل لقاء مرتقب او ينتظر بين بين نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان والرئيس الامريكي دونالد ترامب. نامل بعد انشاء حكومه مدنيه ورفع العقوبات الامريكيه عن السودان ان توفر الولايات المتحده دعما كاملا لها